وعايزه اقول انه انا وجودي في فرقه، يعني انا عضو يعني من الاعضاء المؤسسين يعني معاه، وجودي في فرقه عمر خلت الجمهور العريض بتاعه يشوف الهارب. أيوة كان في ناس أيوة. ما تخالص ما تعرفوش خالص، فانا برضو يعني استفدت من وجودي في فرقه عمر خيرت، لانه في ناس ابتدت تاخد بالها ايه ده، هو ده ايه الهارب ده، طب ومين اللي بتعزف عليه ده، ايه اللي بيميز صوت الهارب عن الالات الوتريه الاخرى؟ هو عشان نبقى متفاهمين، هو الهارب مش اله وتريه، هو الهارب اله بنقول عليها اله نبريه زيها زي القانون. يعني احنا بننبر بس بتنبري ايه يعني؟ الوتر. وتر ومن هنا يعني يعني غير المتخصصين بيقولوا وتريه. لا ما هو الالات الوتريه كل ما هو بيتلعب بالقوس، العائله الالات الوتريه كمانجا فيولا تشيلو كونتر باس، ايوه هي دي العائلة اللي بيقول عليها الآلات الوترية. الهارب ما بي الهارب ما ما يعني هو مجازا بيقول عليه الوترية على أساس أنه في أوتار نبر. لكن أنا بتكلم معلومة أنا بتكلم بس معلومة متخصصة بس عشان تصليح التصليح السائد. هل يعني هل الجمهور العادي يعني بيلحظ هذا الفرق؟ لا جمهور عادي مش بيلحظ هذا الفرق، ومش مهم قوي يعني يعرفه، بس انا بما اني مع يعني دكتوره يعني دوريه فلما يبقى في فرصه ان انا اصلح حاله نبريه زي القانون على فكره. القانون قريب قوي من الهرب، القانون برضو، بس هو القانون بيلبس ريشه لان هو بيعزف على الثلاث اوتار مره واحده، فمش هيقدر يعني التكنيك لازم يلبس ريشه عشان يقدر يتحكم في انه يعزف على ثلاث اوتار مره واحده. على فكره قانون من الالات الرائعه. أيوة. واحنا مصر يعني اذا كنا بنقول العراق اله العود هو الاله القويه فيها، مصر القانون يعني قانون في مصر من الالات يعني العازفين فيها مهره جدا، وعندنا مدرسه قويه جدا فيها. فهو قريب قوي من القانون يعني في انه برضو الصباع بيبقى مباشره على الوتر، يعني الصباع هو اللي بيعزف على الوتر على طول، عكس البيانو مثلا. أيوة. البيانو في العازف بيعزف على البيانو بس في شاكوش هو اللي بيضرب الوتر من جوه. أيوة.